بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للـ SVC، بالنسبة للـ SVC أنا هنا الـ SVC أول حاجة الـ Power Supply، Source Value Fixed Value 130 كيلو فولت 60 هيرس، and the SVC 200 MVA الترانسفورمر 200 MVA، وعندي TCR و TCS اللي هو سيريستر سويتشين كاباسيتر، وهنا السويتشين للكاباسيتر عن طريق سيريستر فقط للسويتشين. عندي 2 ستيج في المين داتا. بالنسبة TCR اللي هي سيريستر كنترول رياكتر 100 ميجا بار. طيب سيريستر كنترول رياكتر هو 100 ميجا بار رياكتر، والكاباسيتر التوتال 167 ميجا بار و 2 ستيج. دي بالنسبة للكاركترستيك للـ SVC. المحول برايمري 120 كيلو فولت ل 12 كيلو فولت. طيب ممتاز. طيب في البداية نشوف في الزاوية الـ SVC الفولتج بروفايل تقريبا 0.95 بير يونت، الفولتج 0.95 بير يونت. طيب نشوف لحظة وجود دخول الـ SVC وأثره على الفولتج بروفايل في المنظومة. تقريبا الفولتج حسنه إلى 0.99 تقريبا 100%. وهنا في الجرافس هنا بوضح لي إنه الستيج دخلها في البداية، دخلت 2 ستيج، ثاني خلى ستيج وحدي لتحسين الفولتج إلى 1 بير يونت، وكذلك الفي ريفرنس جرين والفي اكشوال فولتج بير يونت كانت 1 بير يونت اكوردنج تو سيتنج. وهنا دي الفا للتحكم في السيريستر، وممكن نشوف الكلام ده في طبعا برضو النظام بي اي كنترولر. هنا السيتنج بتاع البي ريفرنس، بي ريفرنس 1 بير يونت، هو بيقيس الاكشوال طيب نشوف اثر وجود الـ SVC في عالة اوفر فولتج. بالنسبة هو الريتد او النومينال فولتج هي 130 كيلو فولت، احنا حاول نعملها 150 كيلو فولت. نشوف اثر الـ TCR او الثيرستر كنترول رياكتر في انه يعمل لي فعلا خفض الفولتج، بمعنى انه دخل الرياكتر وقلل الفيرن انجل بالنسبة ليه. طبعا هنا ما حيدخل اي كاباستر ستيج، فقط حيدخل الرياكتر، حيقلل الالفا بالنسبة للفيرن انجل للسيريستر. فنلقى لحد 150 كيلو فولت الريتد هو 130، اما اذا جاري لحد 150 كيلو فولت السيريستر بيعمل التحكم في الفولتج بيعمل 1 بير يونت اللي هي 130 كيلو فولت او 1 بير يونت. دي بالنسبة ليه الستيريستر على الرياكتر TCR. وفي حالة الفولتج دروب ايضا بدخل الكاباستر بانك على اساس انه يحسن من الفولتج. وهنا اذا رجعنا الفولتج الى 130 ريتد نسبة لوجود دخول اللود PRK1 لو يخش بعد 0.5 سكند بيحصل فولتي دروب. الـ SVC غادر تماما على تحسين الفولتي الى 1 بير يونت، هي 0.99 بير يونت.
إذا سنخلي الفولتج 140 كيلو فولت على أساس إنه تكون كومبير يونيت. هنا لقينا إنه الـ SVC ما ندخل أي كاباستر بانك ولا ندخل الرياكتر على أساس إنه هو الفولتج الواصل هو مساوي للريتد أو للسيتنج فولتج اللي هي 1 بير يونيت. شكرا جزيلا.